بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، هذا السؤال وردني عن ما يسمى بالعادة السرية في شهر رمضان أو في نهار رمضان. ما هي عقوبة من يفعل ذلك؟ وهل تبطل الصيام؟ وماذا يجب أن يفعل؟ وما هي نتائج مثل هذا العمل إذا تكرر؟ انظروا أيها الأحبة، الله عز وجل أمرنا أن نحفظ فروجنا والذين هم لفروجهم حافظون. أمرنا أن نحفظ هذه الفروج لكي لا نقع في الزنا والفاحشة، لأن الزنا أولا أيها الأحبة يسبب مشاكل نفسية واجتماعية ومشاكل طبية تتعلق بالأمراض المنقولة جنسيا التي تضرب العالم اليوم. فموضوع العادة السرية هذا مشكلته أنه يسهل على الإنسان موضوع الزنا والعياذ بالله، لأن من يقوم بممارسة هذا العمل لابد أنه يستحضر ويتخيل مثلا امرأة عارية، امرأة فاتنة. يمكن أن يشاهد اليوم، يعني للأسف ابتلينا بموضوع الأفلام الإباحية خاصة الشباب، يجلس وينظر ويشاهد هذه الصور والمقاطع التي تثير الغريزة وشهوات الإنسان ويبدأ بممارسة هذا العمل. وسبحان الله قد يصبح هذا العمل، انظروا أيها الأحبة خطورة هذا العمل شيئين، أنه يسبب الإدمان، وسأقول لكم علميا لماذا، ما الذي يحصل في الدماغ حتى يحدث هذا الإدمان، ويسبب أيضا احتمال ارتكاب الفاحشة والزنا والشذوذ وغير ذلك. عندما ينظر الإنسان إلى مقطع إباحي أيها الأحبة أو يتخيل هذا المقطع، فإن الدماغ يبدأ بإفراز مادة الدوبامين ويبدأ بإفراز مجموعة هرمونات تسمى هرمون أو هرمونات السعادة. تشعر هذا الإنسان بأنه سعيد. هذا الأمر، هذه السعادة إذا حصلت عليها نتيجة هذه العادة السرية مثلا، فإن دماغك سيحفظ المعلومات وسيحفظ هذه اللذة التي نتجت نتيجة هذا الفعل، وسيستحضرها كلما رأيت مشهد أو امرأة. فتجد أن هناك عمليات تحدث في الدماغ تدفعك لأن تمارس هذا الأمر مرة ثانية، وهكذا مرة ثالثة ورابعة حتى تنهك هذا الدماغ. الدماغ ينهك لأن الدماغ لديه طاقة محدودة أيها الأحبة، لا يستطيع أن يفرز مادة هرمون السعادة للأبد، لا، هو لديه طاقة محددة. وبالتالي بعد فترة الدماغ يتعب، وتجد أن الذي يمارس هذه العادة مضطرب، لا يستطيع اتخاذ قرار صحيح. لماذا؟ لأنه دمر خلايا في منطقة الناصية، هنا أحبتي في البريفرونتال لوب، وأنا أتحدث معكم بشكل علمي وليس كلام إنشائي. يعني البحث قامت به جامعة كامبريدج 2013، اذهبوا وابحثوا عنه وستجدون هذا الأمر بالتفصيل. خلايا من منطقة الناصية، المنطقة المسؤولة عن اتخاذ القرار، وهي أهم منطقة في الدماغ على فكرة، لأن الذي يحدد الكفر والإيمان هو عملية اتخاذ قرار تحدث في الناصية. عملية أن تمارس هذه العادة أو لا تمارسها تتحدد هنا أيها الأحبة في الناصية اتخاذ القرار. إذا منطقة خطيرة يجب أن تهتم بها جدا أخي الحبيب، وبخاصة الشباب. الكذب والخطأ موجود هنا، لأن الكذب والخطأ هو قرار بالنتيجة، يعني هو قرار، هل أكذب أم أكون صادقا، هل أخطئ أم أكون مصيبا. فعملية الكذب والخطأ، لذلك الله وصف الناصية ماذا قال؟ ناصية كاذبة خاطئة، وصفها بالكذب والخطأ لأن مركز الكذب والخطأ هنا، المنطقة المسؤولة عن اتخاذ قرار الكذب هنا. طيب، اتخاذ قرار الزواج،
مثلا من امرأة أين يحدث في هذه المنطقة؟ فإذا كان الشاب، وهنا تبرز الخطورة أحبتي في الله، يعني أود أن أنبه ويجب أن أكون صريحا، يعني أنا مثل هذه الفيديوهات حقيقة أتحرج من عملها، لأن هناك أطفال وهناك نساء وكذا، فإنما والله لا يستحي من الحق عندما ترى مصيبة تحدث في المجتمع وشباب يدمر نفسه، فيجب أن ننبه ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا هو أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. الذي يحدث في الناس يا أحبتي في الله نتيجة تكرار هذه العادة السرية أنك دمرت مناطق في الناصية، فيصبح اتخاذ القرار لديك ضعيفا، يصبح غير دقيق، تتخذ قرارات غير دقيقة. ليه؟ لماذا؟ لأن هذه المنطقة لا تعمل بكفاءة جيدة، مثل هذه السيارة عندما تضغط على البنزين وتجعلها تسير بسرعة هائلة، ثم تضغط على الفرامل ثم تضغط على البنزين، المحرك يتعب، نظام الفرامل أو المكابح المسؤولة عن إيقاف السيارة وهي أخطر جهاز في السيارة تتآكل وتصبح بعد فترة لا تستجيب معك. هذا هو حال من يمارس العادة السرية، بعد فترة دماغك لا يستجيب، لا يستطيع أن يتوقف لأن الفرامل تآكلت. ولكن هناك بشرى، أنه بمجرد أن يمتنع نهائيا عن هذه العادة الدماغ يصلح نفسه خلال فترة قصيرة. على فكرة يعني هذه بشرى طبية صحيحا، يعني من الناحية الطبية صحيحة، أنك بمجرد أن تمتنع تماما عن النظر للنساء والعادة السرية وغير ذلك، ستجد أن هذا الدماغ بدأ يعيد بناء نفسه وبدأ ينشط، وبخاصة منطقة الناصية، وأصبح موضوع اتخاذ القرار أكثر يعني دقة لديك. طبعا أين تبرز خطورة هذا الأمر؟ القرار الخاطئ، خطورة هذا الأمر أثناء الزواج، لا تتمكن من اختيار الفتاة الصحيحة، ستجد نفسك أن دماغك يسير وراء شكل الفتاة ومفاتنها وحركاتها وإغوائها وغير ذلك، ولا تنظر إلى موضوع الأخلاق والعائلة والبيئة والدين والسلوك إلى غير ذلك، وبالتالي تحدث مشاكل الطلاق، لدرجة أننا نجد في الدول العربية نسبة الطلاق 50%، تصل لبعض في بعض المناطق إلى أكثر من 50% نسبة الطلاق أحبتي في الله. ويكون السبب هو ممارسة العادة السرية، ولكن يعني هذا الإنسان لا ينتبه لذلك، يقول لماذا يحدث معي هذا وهو لا يدري. لذلك أول قرار يجب أن تتخذه الآن في رمضان أن تتوقف عن هذه العادة تماما. صدقني ستدعو لي بالخير، فقط شهر واحد توقف، شهر واحد ثم انظر النتيجة كيف ستكون. ولكن هذا الشهر الذي ستتوقف فيه يجب أن تبدأ بتدبر القرآن والامتناع عن النظر نهائيا نهائيا، لا في الشارع ولا في الانترنت ولا في أن تنظر لما حرم الله، تمتنع نهائيا أخي الحبيب. لذلك أيها الأحبة، هذه العادة إذا تمت ممارستها في نهار رمضان هي تبطل الصيام قطعا يعني، وتستدعي غضب الله عليك. لذلك يجب أن تتوب مباشرة، أن تغتسل أول شيء، ثم تتابع صيامك، لا تفطر، تتابعه وتعوضه بعد رمضان مباشرة إن شاء الله، بعد العيد مباشرة 6 من شوال تصوم على نية قضاء هذا اليوم، ثم تتوب إلى الله وتستغفر وتعزم أنك لن تعود إلى مثل هذا العمل أبدا، وبالتالي هذا الأمر سيرتد عليك بالخير. وتذكر معي قول الله تبارك وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعليكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.